صباحكم الله بالخير. اليوم قاعد من الصبح اقول لكم اول شيء شنو جدولي. بس قبل لا اقول لكم شنو جدولي، اليوم راح اكون مع لندن ليمو سيارتي بالوكاله بالسيرفس، وطلبت هالسياره هذا انه يكون معاي سايق واطلع وياه طول اليوم، راح اقضي مشاوي. اليوم راح اول مشوار لي طبعا النادي، تشوفون لبس النادي، لبس النادي، بطلع بروح النادي، عندي اجتماع، عندي حلاق يبي لي حلاق اللي هي ايلاند، بروح القهوه، بروح طبيب اسنان، ويمكن اتعشى برا. كل هذا اليوم مع لندن ليمو، ندش ونشوف شنو اللي فيه. بروح لجابك بلعب حتى كان هذا الجناطي، خلنا اصور لكم الجناطي اول شيء. هذا الجناطي، هذا مال اللابتوب، هذا اقراري جوات النادي، هذا بعد قريبي. انزين انا الحين قاعد ورا، لا وبعد عندهم جرايد. زين 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 زين، هناك ها جريده، اتصفح الجريده. المهم سامحكم ان انا اللي قاعد اصور نفسي، ما حد يصورني ولا احد وياي. المهم خلص من النادي، خلص من النادي وراح اكلمكم. توني خلصت من النادي. زين خليني اقول لكم، المهم عندي الحين اجتماع مع التلفزيون، المدير يبي يتكلم عن برنامج جوتسون، ايش صار عليه، ايش اللي قاعد نسوي. طبعا مفاجأة، ما راح اتكلم. المهم الحين السيارة خلينا نتكلم عنها، لندن ليمو. لندن ليمو الحلو فيه انه في انترنت واي فاي، يعني وانت رايح مشوارك تشبك تلفونك بلابتوبك. غير هذا موفري لك الجريدة والمجلة، زين، وبعد موفري لك الماي، فكل شيء موفر لك الراحة. يعني تروح دوامك، تروح مكانك، يعني خلينا نقول مثلا عندك سيارتك بالوكالة، خلينا نقول مثلا مش اقول لك، يعني عندك مشوار ما تبي تروح بسيارتك، انزين يوفر لك هذا لندن ليمو، انه تروح لمكانك لا تحاتي المصفى، لا تحاتي الزحمه. يبو بالزحمه انت قاعد تقرا جريده ولا تشبك، الا انت واصل مكان تنزل مكانك وهو ينطرك. هذا احسن شيء في لندن ليمو. زين طبعا لندن ليمو التاكسي هو تاكسي لندن، الكل يعرف تاكسي لندن. صدق انه حر، قاعد اعرف الجو جو كويتي، بس السياره سياره لندنيه. زين شنو في ويلتشير؟ بعد في ويلتشير، يقول لي انه في ويلتشير يعني حق الاحتياجات الخاصة. بعد ايش تبون؟ هو يشيل أربعة ولا خمسة؟ خمسة يشيل. واحد اثنين أربعة، واحد بالنص. و 24 ساعة صح؟ 24 ساعة، خلينا نقول عندك طيارة تبي أحد يوصلك، تروح المطار تدق عليهم 24 ساعة. انزين عندكم سايت وفي رقم تليفون صح؟ اي كم رقم تليفون؟ 6000 5 4 6 6 6000 5 4 6 6 هذا رقمهم 24 ساعة، يقدرون يوفرون لك السيارة ويجيبك. زين انا بلف عند الدوار. شنو؟ اي بعد يقول اذا بعد ما عندكم سايق، خلينا نقول مثلا السايق سافر شيء مريض عندكم، هو يقدر يروح ياخذ عيالكم من المدرسه صح؟ اي زين زين مره زين وايد زين. بعد شنو في؟ سيستم مال كارت 65 دينار، ايه 65 كرت؟ ايه
واحد 65 ايه واحد 120 ايه وفي واحد 175 انزين هذا حق توصيل صح عندهم ثلاث انواع من الكروت توصيله 15 توصيله 15 انزين فالكرت فيه 65 واحد 65 واحد 120 واحد 175 هذول ثلاث انواع من الكروت ها؟ يعني هذا يسوي لك اشتراك انه تشترك وياهم يصير عندك الكرت هذا ويوني يوصلون لك لحظه خليني اريح شويه وراح اكلمكم لما اوصل.